ازاي اقنعك يا حماده انك تلعب باك ليفت؟ والله يا كابتن انا احكي قصه صغيره كده. لا انا اللي خلاني اكون متواجد في منتخب مصر هو مستر بريره، يعني الناس اللي انا عمري ما هنساهم في حياتي. وفي لعيبه كتير في 2014 و2015 عمرهم ما ينسوا المدرب ده. المدرب ده من احلى المدربين اللي انا اتمرنت معاه على المستوى الشخصي. كان الراجل دوت يقول لي انت هتروح منتخب مصر من الحته دي، وانا طبعا مش مقتنع بالحته دي. انا راجل بلعب يعني، انت كابتن محمد بصراحه من الناس اللي انت بتلعب برجلك الشمال، يعني من احرف الناس اللي كنت بحب اتمنى اتفرج عليهم. ربنا يخليك. لما اجي العب في حته بالشمال وانا بلعب بيمين، الراجل قال لي حاجتين بس، قال لي هتستلم ازاي وهتلعب ازاي. وفعلا بقيت اسمع كلامه في الحته دي وقت التغطيات وتحركاتي والتغطيه ازاي. والله انا لما عملت الكلام دوت مستر كوبر اختارني، واول واحد بلغني اللي انا في القائمه كان مستر فيريرا. كنا في تونس وبنلعب ماتش الصفاقسي، وجالي الفندق والله العظيم وبلغني بالخبر. دايما المدرب بيفرح لما يكون اللاعب بتاعه بيأدي الدور اللي هو عاوزه، وبيفرح لما يروح منتخب مصر من تحت ايده. الحمد لله طبعا كلنا كنا الجيل دوت قدروا اللي هم يقدموا مع الراجل بشكل كويس، والحمد لله معظمنا كنا كلنا في منتخب مصر. طبعا بشكره واتمنى، والله اتمنى ان انا الواحد يشوف تاني في نادي الزمالك. الراجل عنده فكر كبير جدا ونفسه يشتغل، كان يشتغل في هدوء، بس يلا ده النصيب وان شاء الله يرجع تاني.